قطاع السكنة والتعمير وإعداد الترابي ماشي أي قطاع، هو سياسة عمومية كبرى مرتبطة بقضايا الاستثمار، هو سياسة عمومية مرتبطة بورش الدولة الاجتماعية، هو سياسة عمومية مرتبطة بتقليص التفاوتات المجالية، وأحسن برنامج اللي داز في التفاوتات الاجتماعية والإخوة اللي هما عندهم التجربة في الكوليكتيفيتي لوكال هو هذاك البرنامج ديال الفوارق. شوف شحال تلينا عليه العصا من النهار اللي خرج، والعصا العصا ومازال في الدم اليوم الحمد لله. شوفوا الطرق، شوفوا لي زوبيتو، شوفوا يعني المدارس، شوفوا لي بيست، شوفوا الماء، شوفوا الضوء اللي وصل هذا. ونهار اللي تبغيو عرضوا عليا السيد النائب ونقول لكم كيفاش يعني لي كومون دازوا من واحد المرحله دازوا لواحد المرحله اخرى، وغادي تشوف بانه احسن تدبير واحسن برنامج، والحمد لله انه كان عندكم وزاره بحالنا في الحكومه ديالكم.